بسم الله الرحمن الرحيم. تقويم حساب السنين الأيام. ربنا سبحانه وتعالى حدد لنا إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض فيهن أربعة حرم. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا على التقويم. تقويم يعني إيه؟ التقويم هو تقسيم الوقت، سنين وأيام وساعات. الزمن بقى هو مسيرة الوقت في تعاقب الأيام والسنين. الحضارة المصرية قدمت النموذج الأول من خلال الإشارات اللي جت من منطقة نبتة راي أو منطقة توشكا، اللي ربما بنأرخها ب 10 أو 11 ألف قبل، أو 11 ألف أو 10,000 قبل الميلاد، لأن إحنا قبل الميلاد زي ما اتفقنا إن إحنا بنرجع. أول حاجة بتعلم منها التقويم هي الملاحظة، إن أنا بلاحظ حاجة من خلالها ببدأ. نجم صبدك بيجي، البزوغ بتاعه بيجي بعديه الفيضان، ما بين ظهور وزول 365 يوم تقريبا، 12 شهر، 12 في 30 360، وخمس ايام بيسموهم الحريوهيرو، او الايام اللي فوق الخمس، او الايام العلويه او الايام الزياده اللي هي بيسموها ايام النسي. المصري القديم بنفوجئ ان هو كتير كان بيكلمنا على تقويمات كتيره. مثلا يقول لك يوم عيد الملك، يوم عيد الاله، يوم عيد بتاح، يوم عيد امون، يوم الاوبت، يوم الاينت. يعني دي تقويمات لغايه النهارده. هقابلك في الذكرى السنويه الامي، هقابلك يوم احتفالات 6 اكتوبر، ده تقويم انت بتحدد دي حدث هتعمله. لكن التقويمين الاشهر عندي القمري والشمسي. القمري المصري كان ذكي جدا، كان بيبدا القمر من اليوم الثاني وبيسمي اليوم ده تيبي ابد. تيبي ابد اللي هو اليوم التيبي التب اللي هي الراس، ابد راس الشهر. اليوم الثاني بيسميه ادينو اياح، او اليوم الاول نائب القمر. ليه؟ لانه ما عندوش هو يعني تلسكوب هيشتغل بيه. التقويم بيكمل 30 يوم، يبقى اليوم كام؟ الشهر كامل 29 يوم. السنه القمريه عند المصري ما بين 354 356 يوم، مش 365. مرتبطه اكتر بالطقوس الجنازيه والمعابد. التقويم الشمسي وهو الاشهر. نجم صبدت 12 شهر 30، 360 يوم في ال 30 اسمها ريمبت جابت. ريمبت جابت يعني سنة عرجة. لو السنة حلوت كده وحطينا الخمس أيام بقت ريمبت نفرت. الفيضان يجي ونصوص هابه تقول الآتي: إن نجم صبدت ظهر، إن اليوم يبدأ عيد إيزيس، لأن دموع إيزيس هي اللي خلقت الفيضان عند المصري. اتحددت دي في هابه بالنص الثاني. ويب ريمبت بداية السنة. عبد ثلاثة الشهر الثالث، شمو من فصل شمو، سو تسعة اليوم التاسع، برت صدت. يبقى بداية السنة الشهر الثالث من فصل الشمو اليوم التاسع يخرج النجم صدت، أو النجم جالب الخير. الشهر عند المصري اسمه ايه؟ اسمه عبد، مدته 30 يوم. الأسبوع دينيت، ما كانش 7 أيام على فكرة، كان 10 أيام. واليوم هيرو، شروق اليوم اسمه حج، حج يعني ابيض او نور، والجرح هو الغروب. الساعه عند المصري اسمها وينوت، والدقيقه اسمها ات. وفي بالنسبه للساعه دي المصري كان عبقري. بنشوف كتير مناظر للملوك بيقدم في ايده القرد. القرد هنا مرتبط بالساعه الشمس، بالساعه المائيه عند المصري، لان المصري لاحظ ملاحظه لطيفه جدا، وهي ان في فتره الليل القرد يقضي حاجته كل ساعة بشكل منتظم، فأصبح الثبات على شيء بيحصل كل وقت محدد يرمز للدقة، فأصبح تقدمة القرد هو تقدمة للساعة المائية كرمز من الرموز الخاصة بها. الفصول الثلاثة لهذا التقويم هي البرت اللي هو البذر، الأخت، الفيضان، الشمول، حصاد. أنا بحب أسمي التقويم ده نقلا، مش هيبتعتي، نقلا عن الله يرحمه استاذنا العظيم الدكتور عبد العزيز صالح، بسميه التقويم الزراعي لانه مرتبط بحياته الزراعيه. تيجي نشوف التقويم ده. توت، فصل فصل توت. توت اللي هو مين؟ جحوتي. نقول في الارياف لغايه النهارده توت، ري ولا فوت، حروي ولا حمشي. بابا، بايبت، عيد الاوبت، العيد اللي امون بيخرج هو وموته خمسه. ارجوكم نعرف دي كويس قوي.
امون لما بيخرج من الكرنك يروح الاقصر ما بيروحش يزور موت، بياخد موت. موت معبدها الى الشمال من الاقصر في اشر، هي موت نبت اشر، موت سيده اشر. هو بيطلع من الجنوب بياخد موت معاه وبياخد خنص عشان يعملوا احتفال كبير. يوم يقول لحضرتك ايه؟ زرع بابه غلب النهابه. يعني طبعا لو دخل الدرابه او الحاجات التانيه ارتباط بالفصول، الارتباط بحاله الطقس. مش هقدر اقولها دلوقتي لان بيني وبينكم لما اجي اتكلم على شهر بابه اللي كان اكتوبر، اكتوبر احنا بدانا نشت السنه دي مثلا على سبيل المثال في نهايه 2019 ابتدينا نشت يمكن من اول يناير او نص ديسمبر. هطور، هطحور ابو الذهب المنطور، سنابل القمح الحلوه، كياك كاحر كا كياك، صباحك مساك. ميلاد وزير يوم 29 من كياك هو ميلاد عظيم، ميلاد السيد المسيح عليه السلام، والذي تحتفل به الكنيسة المصرية الأرثوذكسية ما بين أيام السادس السابع التام. وعلى فكرة الفيديو جاي بقى هنخش شوية كده على الكنيسة وكيف ارتبطت الكنيسة المصرية باحتفال ميلاد السيد المسيح من خلال التقويم القبطي المصري الزراعي. شكرا.